السلام عليكم. إيران مستمرة بإطلاق تهديداتها لضرب الأراضي العراقية من جديد، وهذه المرة هذه التصريحات هي قادمة وصادرة من المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، الذي ركز في تهديداته على حزب كومل الإيراني المعارض المتواجد على أراضي إقليم كردستان. التصريحات صدرت في 24 ساعة الماضية، ثبتتها طبعا وكالة فارس التي ترونها. وبالنسبة لحزب كوملة، هو متواجد ومتمركز في السليمانية، في محافظة السليمانية هنا، وأغلب طبعا مواقعه هي متواجدة طبعا باتجاه الحدود مع إيران. بالنسبة للعميد الإيراني والتهديدات التي وضعها، قال بأننا نريد أن ننهي حزب كوملة من المنطقة، نريد إخراج حزب كومل من المنطقة وسنخرجهم من هذه المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، إلى أنه تحدث بشكل واضح بأن هذا الحزب هو متورط في أمور خطيرة. العام الماضي أغلب الأسلحة التي كانت قد دخلت من إقليم كردستان باتجاه إيران، وذلك لمساندة المتظاهرين أو كما يطلق عليهم أعمال الشغب كما تحدث هو، هي كانت قادمة من المعابر الخاصة بحزب كوملة. وتحدث أيضا بأن على العراق أن يلتزم بالاتفاقية التي وقعت بيننا وبينهم. يتحدث هنا عن الاتفاقية الأمنية التي على العراق أن يلتزم في مسألة نزع السلاح من هذه الأطراف وإخراجها من هذه المنطقة، وإن لم يقوم العراق بعملية الالتزام بهذه الاتفاقية فسنعود للقيام بما كنا نفعله سابقا. باختصار، سنضرب هذه الأطراف بأنفسنا ولن نتردد ولن ننتظر أحدا، لأنهم يرون أن حزب كوملة يهدد الأراضي الإيرانية والأمن القومي الإيراني أكثر من أي حزب إيراني معارض آخر. وهذه التهديدات هي تعتبر تهديدات خطيرة للغاية في توقيت خطير. لماذا؟ وذلك لأن بعض المعلومات التي نشرت في 24 ساعة الماضية من الـ EHA News، من هذه الوكالة، تحدثت بأن القوات الإيرانية الآن والوحدات العسكرية الإيرانية أصبحت في مواقعها القتالية وجاهزة قتاليا على المستوى الشمال الإيراني. وطبعا عندما نتحدث عن شمال إيران، هنالك أذربيجان، هنالك أرمينيا، وهنالك طبعا شمال غربها باتجاه أراضي إقليم كردستان. والتحشيدات الإيرانية التي كانت واضحة في الفترة الأخيرة وفي الأيام القليلة الماضية، هي كانت متجهة بهذا الشكل وبإعلان واضح من جميع الوكالات الإيرانية مثل وكالة تسنيم وغيرها، وحتى مهر نيوز، عن أن تحشيدات كبيرة للغاية إيرانية تتجه باتجاه إقليم كردستان. وهذا يوضح بأن هذه القوات أصبحت جاهزة للقيام بعملية عسكرية تجاه إقليم كردستان، ولا بوادر ولا مؤشرات حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها عن أي انسحاب لهذه القوات مع أو على الحدود في إقليم كردستان. ليس هنالك أي انسحاب أو أي بوادر من الممكن أن نعتمدها ونقول بأن الأمور قد انتهت. والمشكلة أن يوم أمس هو اليوم الأخير للاتفاقية الأمنية التي وقعت بين العراق وبين إيران، انتهت صلاحية هذه الاتفاقية تماما. وعلى الرغم من ذلك، أن العراق أصدر بيانا في هذه المسألة وقال ببساطة بأن العراق التزم بما عليه وما هو ملزم به من ضمن هذه الاتفاقية لإبعاد الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة من الحدود التي هي طبعا مطلة أو من التماس أو تماس الحدود أو الخط الصفري مع إيران. ونشروا طبعا القوات الأمنية العراقية وحرس الحدود بين هذه الأحزاب الإيرانية وبين إيران، وحتى أن وزير الخارجية الإيراني يوم أمس كان قد نشر على موقع اكس بأنه التقى وزير الخارجية العراقية السيد فؤاد حسين، وأن السيد فؤاد حسين أبلغه تماما بأنهم سحبوا الأطراف والأحزاب الإيرانية المعارضة في إقليم كردستان إلى 5 معسكرات موجودة في الإقليم، وبالتالي أصبحت بعيدة من الحدود، وبأن هنالك نزعا للسلاح، أي أن هنالك إغلاقا لمقار هذه الأحزاب كما أرادت إيران. ولكن مع كل ذلك، نحن نرى هذه التصريحات والتهديدات قادمة من المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، ويوضح أن الحرس الثوري الإيراني حتى هذه اللحظة ليس معجبا بالأداء العراقي في تطبيق هذه الاتفاقية، ولا زالت لديه ملاحظات. وطبعا مع هذه التهديدات من الحرس الثوري الإيراني وعدم وجود أي بيان إيجابي رغم كل البيانات العراقية الإيجابية حول أنه التزم بهذه الاتفاقية، ومع الانتشار العسكري وعدم وجود أي انسحاب من هذه
القطاعات العسكرية حتى هذه اللحظة، فإن الأمور تبدو خطيرة بالنسبة للأطراف الإيرانية الكردية المعارضة وبشكل عام على إقليم كردستان، لأن هذا يزعزع استقرار إقليم كردستان إذا ما حدثت من الجانب الإيراني أو حتى من الجانب التركي تجاه البككة بشكل عام. لكن من ضمن هذه الاتفاقية ويجب أن ننتبه، قد تكون الملاحظات الإيرانية هي أنها تريد أكثر مما تم من الجانب العراقي، فعلى الرغم أن هذه الأطراف انسحبت إلى مقرات أو معسكرات، 5 معسكرات كما تحدث طبعا السيد فؤاد حسين في إقليم كردستان، إلا أن من ضمن هذه الاتفاقية طبعا إيران تريد نزع السلاحي من هذه الأطراف، وهذا أمر رفضته العديد من الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة في تصريحات إعلامية واضحة، وأيضا أنهم يريدونهم خارج هذه المنطقة بأكملها، لا يريدهم ولا يريدون هذه الأطراف أن تبقى في إقليم كردستان، ولكن هم انسحبوا من ضمن إقليم كردستان، أي لا زالوا موجودين في هذه المنطقة. وأيضا أن إيران ذهبت إلى أبعد من ذلك، وهي تريد من العراق أن يسلم مطلوبين لها من هذه الأحزاب مباشرة إلى القضاء الإيراني لكي يقوم بالاقتصاص منهم. وطبعا نشرت اليوم تفاصيل الطلب الإيراني للعراق بأن إيران طلبت 38 عضوا من الجماعات الكردية المسلحة من العراق بشكل مباشر، والعراق أبدأ بأنه سيقوم بإجراءات وأبدأ تعاونه طبعا في هذه المسألة. وطبعا هذه المسألة التي تعقد الأمور مع الجماعات الإيرانية المعارضة، لأنها ترى بأن كل هذا الاتفاق هو يهدف لنزع ليس فقط لنزع السلاح منها، وإنما لتصفيتها بالكامل. وبعض هذه الأحزاب تحدثت بشكل واضح بأنها ليست معنية بهذا الاتفاق بين العراقي وبين إيران. بالتالي الظروف خطيرة للغاية، والولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا الكونغرس الأمريكي منتبه تماما لخطورة الوضع القادم على إقليم كردستان، وهذا طبعا أصبح واضحا من خلال رسالة قد أرسلوها أهم الأعضاء في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وهم مايكل وولتز، مايكل ماكول، وكذلك جو ويلسون. قاموا بعملية إرسال رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن في 48 ساعة الماضية في 18 طبعا من سبتمبر كما هو واضح، وقالوا له وطلبوا منه أن يوفر الحماية، أن يقف مع الكرد ومع إقليم كردستان تحديدا ضد التهديدات الإيرانية وضد حتى التهديدات القادمة من الفصائل المسلحة المقربة من إيران الموجودة في بغداد، وهذا ما ذكرته هذه الرسالة. نحثكم على بذل كل جهد ممكن لوضع نهاية لطريقة التعامل غير المقبولة التي يواجهها أو يواجهها الكرد العراقيون وحكومة إقليم كردستان من جانب العناصر الموالية لإيران في العراق. وأضافت أيضا وأضافوا في هذه الرسالة، حكومة إقليم كردستان العراق تتعرض للتهديد العسكري من قبل إيران والفصائل المدعومة إيرانيا في بغداد. لا بل إن وزارة الخزانة الأمريكية أيضا تراقب مسألة ذهاب أو تسريب الدولار أو تهريب الدولار من العراق إلى إيران، ويريدون إبقاء الأمور مسيطر عليها، ولا يريدون للإيرانيين أن يزداد نفوذهم بشكل أكبر من خلال هذه الاتفاقيات وأبعاد المعارضة وضرب إقليم كردستان وضرب الكثير من المشاريع الوطنية الموجودة طبعا في العراق. وبالتالي الخزانة الأمريكية تتحرك بشكل مكثف على المستوى وعلى العراق، وهذا الأمر أصبح واضحا في 6 أيام الماضية. كان هنالك مسؤولا كبيرا بوزارة الخزانة الأمريكية أوضح بشكل واضح وقال أنه لا تزال هنالك بنوك عراقية أخرى تعمل بمخاطر يجب معالجتها، أي أن لا زالت هنالك الكثير من الأموال والدولارات وغيرها تتسرب لإيران بشكل أو بآخر، وأن الخزانة الأمريكية لديها ملاحظات على هذه المسألة. قبل يوم من هذا التاريخ كان هنالك لقاء مع رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني، بين طبعا اللقاء كان من ومع مساعدة وزير الخزانة الأمريكية إليزابيث روزنبرغ التي كانت قد جلست مع رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني قبل هذا التحذير. التحذير قد صدر طبعا بهذا الشكل بعد يوم واحد فقط، وأيضا بعد وصول رئيس الوزراء العراقي إلى نيويورك. كان بعد اللقاء الذي طبعا أجراه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مباشرة جاء وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب وكذلك الاستخبارات المالية، ألا وهو براين نيلسون
ويلسون، هذا الرجل كان قد التقى السيد السوداني مباشرة، وهذا يوضح لك أن الخزانة الأمريكية تركز أن تبقي الأمور مضغوطة في إيران، أن تبقي إيران تحت الضغط وتحت العقوبات، وأن لا يبقى العراق نقطة لتسريب الأموال. يريدون استمرار الضغط طبعا على إيران. وبراين نيلسون بنفسه كان هو جزءا من عقوبات قد صدرت يوم أمس من وزارة الخزانة الأمريكية على 7 عناصر أو 7 أفراد وأربعة كيانات موجودة في كل من روسيا والصين وتركيا وإيران، كلها متورطة في مسألة مساعدة إيران في صناعة الطائرات المسيرة، صيانتها، قطع غيارها بأسماء مستعارة وغيرها. فرضت عقوبات كبيرة على هذه الأطراف، وبراين نيلسون كان قد وضع تصريحا بهذه المسألة وذكر وأشار إلى الفصائل المسلحة المقربة من إيران في إشارة للعراق وغيرها، وقال الآتي: انتشار إيران المستمر والمتعمد لطائراتها بدون طيار يمكن روسيا ووكلائها في الشرق الأوسط وجهات الفاعلة الأخرى المزعزعة للاستقرار من تقويض الاستقرار العالمي. ليس هذا فحسب، بل أن الكونغرس الأمريكي أيضا أرسل رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، طبعا هي مرسلة لوزير الخارجية الأمريكي، يطلبون منه أن يطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يفعل شيئا وأن يفرض عقوبات على إيران. طبعا انفردت بهذا هذه الرسالة الجويش إنسايدر كما تلاحظون، ويريدون عقوبات على إيران بسبب علاقتها المتنامية مع الصين التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة بشكل عام. وهذه الرسائل كانت والرسالة قد نشرت بهذا الشكل، وهنالك الكثير من الأعضاء من الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي هم الذين طلبوا من الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يفرض هذه العقوبات. هنالك نظرة كبيرة لمسألة معاقبة إيران، هي ليست فقط لمعاقبة إيران فحسب، بل إن هنالك تحركا مثيرا الآن في زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الصين بعد منذ عام 2004 هو لم يزر الصين نهائيا. الآن تحصل على دعوة من الرئيس الصيني وسيذهب هو وزوجته مباشرة إلى الصين. وطبعا هذه مسألة مثيرة للغاية، فرض العقوبات على إيران هو مهم لأن إيران هي لديها نفوذ كبير للغاية في المنطقة، وبالتالي الصين بالنسبة لها هي لديها اتفاقية كبيرة للغاية طبعا ومعروفة استراتيجية مع إيران، لديها اتفاقيات الآن مهمة تحققت مع المملكة العربية السعودية، لديها موطئ قدم موجود في العراق، والآن هي تتحرك باتجاه سوريا. هي لا تمتلك موطئ قدم في سوريا، هذه مسألة مثيرة، وقد نسمع شيئا باتجاه سوريا، ولكن أيضا ليس واضحا كيف من الممكن للرئيس السوري بشار الأسد أن يقنع الصين في أن تأخذ نفوذا في سوريا، لأنه لا يسيطر على أكثر من 40% من الأراضي السورية، أيضا أغلب المعابر الدولية وحتى الموانئ وموانئ المياه وغيرها ولا يسيطر عليها، من الموانئ البحرية لا يسيطر عليها نهائيا، وبالتالي ليس واضحا كم من الممكن أن يطلب وما الذي ممكن أن يقدمه للصين لكي تستثمر في هذه المنطقة. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ بعين الاعتبار أن الضغط على إيران هو يمنع الصين، يمنع روسيا، يمنع حتى هذه الدول بشكل عام أن تفكر من الذهاب بعيدا مع طبعا الصين وغيرها، وبالتالي هنالك نظرة أكبر بأن يجب أن لا يكون هنالك نفوذا متزايدا إيرانيا اتجاه إقليم كردستان بعد كل النفوذ الذي تتمتع به إيران. وبالتالي هنالك أسئلة كبيرة طبعا تطرح من خلال كل هذه الأمور والتفاصيل، هل إيران ستفعلها تجاه إقليم كردستان أم أن الأمور قابلة للتغيير؟